إذن مشاهدينا، الحديث أكثر عن أجواء العيد تحديدا من كربلاء ينضم معنا مراسلنا حسن هادي من هناك. حسن، مساء الخير بداية، أهلا بك وكل عام وأنت بألف خير. حدثنا أكثر عن أجواء العيد في كربلاء وأمنيات الشارع الكربلائي. أهلا ومرحبا زميلتي العزيزة، بالتأكيد نهني ونبارك للشعب العراقي والأمة الإسلامية هذا العيد، وإن شاء الله عيد أمان وصحة وسلامة، كذلك أبارك الجنابيس. بالتأكيد اليوم محافظة كربلاء شهدت صلاة العيد التي أمها آلاف المسلمين من داخل وخارج المحافظة، والتي كرست لتوجيه الشباب ومنعهم من الانحراف. كذلك هناك خطة أمنية في محافظة كربلاء، مثل ما تعرفين زميلتي العزيزة بأن كربلاء لها خصوصية يؤمها أكثر من 50 مليون زائر سنويا، واليوم هي في المناسبات وخصوصا الأعياد تكون مقصد للمحافظات وكذلك الدول الإسلامية. شرطة كربلاء وقيادة عمليات كربلاء اتخذت خطة أمنية سبقتها عمليات استباقية للقضاء على البؤر أو الحالات الإجرامية المنتشرة في أغلب محافظات كربلاء، وتحديدا المطلوبين قضائيا. كذلك أمنت الطرق من محاور كربلاء من جهة بغداد وكذلك النجف وبابل والجهة الغربية، هناك انتشار أمني. بالتأكيد إجرام كربلاء لهم دور كبير في المتنزهات لمنع التحرش وكذلك عمليات السرقة وحالات الابتزاز. كذلك هناك اليوم في محافظة كربلاء هناك طقوس عديدة تمارس داخل مدينة كربلاء، أهمها هي التوجه إلى مقبرة وادي السلام فجرا لمنع التزاحم، واجبرت درجات الحراره المرتفعه في محافظه كربلاء التي تجاوزت ال 45 درجه مئويه اهالي المحافظه على الخروج في ساعات الصباح الاولى لزياره الموتى. ولاعطاء تفاصيل اكثر عن الطقوس التي تمارس من اهل الشان، اسمحي لي زميلتي لالتقي بعدد من اهالي محافظه كربلاء او احد المواطنين في محافظه كربلاء. مثل ما تشوفين اغلب الحركه شلت في محافظه كربلاء نتيجه ارتفاع الحراره. اهلا ومرحبا بك. اهلا وسهلا استاذ، مبارك لك ان شاء الله العيد، مبارك بك استاذ، وان شاء الله تحقيق الامان. اهلا وسهلا بكم، كل عام وانتم والشعب العراقي بالف خير، ويا رب ينعاد عليكم بالصحه والخير واليمن والبركات، وخاصة على يعني كادركم في كربلاء المهتم كثيرا بالشارع الكربلائي. الحقيقة اليوم أنا ما استفاضيت بالتقاليد وشرحت أكثر، أعطيك المجال إن شاء الله. شو تسوون بالعيد؟ هي أكو عادات وتقاليد وطقوس يعني نمارسها عادة بالعيد. أولها زيارة المقابر نتيجة لما حصل بالبلاد مثل ما تعرفون نتيجة للسنوات الماضية، من أجل زيارة يعني شهدائنا وأمواتنا. بعدين الرجوع للبيوت، تجمع العوائل، معايدة بعضها البعض، تناول اكو شغله نسيتها. نعم. القبلها كلها ما اشوفكم متدافعين بالافران على مود الكليجه. الكليجه طبعا اعدينا لها وكملناها قبل يوم وتناولنا من عندها. نعم، ووجبة الغداء اكيد اليوم كانت يعني للاحبه والعوائل، يعني تنجمعون جمعيه بالضبط. اي، ونتمنى انه بالاعياد القادمه يحصل تغيير من اجل اتمام الفرحه بصوره اكبر، لان اكو يعني بعض الامور نتمنى نخلص منها من ازمات وقضايا. نعم، وعيديات للاطفال. اليوم ايش قد خسروك عيديات؟ لا المبلغ يعني كل ما اخلي بجيبي ياخذون فرغوا جيوبي. كل ما يصير عندي فد مبلغ يطلبون الاطفال، اكيد ما نقدر. هاي عادات متوارثه عندنا وطقوس يعني موجوده. زين، نتمنى التوفيق للجميع وينعاد عليكم وعلى العراقيين بالخير ان شاء الله، والتغيير نامل انه التغيير يحصل. هسه قاعد نشوف اكو خطوات ايجابيه ان شاء الله نحو الافضل ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله اكو امل ان شاء الله، اكو امل ان شاء الله، والامل بالقوه التغيير يعني والاجيال القادمه ان شاء الله. زين ان شاء الله. نعم. عيد مبارك مره ثانيه. الله يبارك فيك استاذ حسن. نعم زميلتي، مثل ما تعرفين زميلتي نادين بان اليوم كان من الاماني والامنيات اللي تتحقق، نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي او على القنوات الفضائيه المسؤولين في محافظه كربلاء وهم يطرقون ابواب اليتامى والعوائل التي فقدت آباءها لتعويضهم عن حنان الآباء وتقديم الهدايا لهم، لا سيما ان وخصوصا الشهداء، لا سيما ان بدماء هؤلاء جلسوا اغلب السياسيين على عروشهم الحاليه. نتمنى ان يكون هذا الامر تقليل. نعم. سنوي حتى نبعد الوحشه عن هؤلاء الاطفال ولا نحسسهم بفقدان آباءهم. نعم، البركة فيكم يا حسن، شكرا جزيلا لك، كل عام وأنت بألف خير وأهل كربلاء بألف خير، وشكرا لك على هذه التغطية.